لكن اكو انتقاد مثل هذا لا يستحق تمثيل منتخب، جريمه بكره القدم ان يمثل منتخب وطني، انتقاد جارح. اي شلون اللاعب شلون راح يقدم، شلون راح ينطيك؟ احنا مثلا خلينا نكون واقعيين، ميمو مصاب، علاء عباس مصاب، مهند كان مبتعد عن المنتخب، فقط ايمن صح؟ اضافه جابوا علي يوسف معاه بالمنتخب بطوله العرب اعتقد، العالم كلها تحكي على ايمن. زين هذا اللاعب شو راح يقدم؟ والله قاعدين على طاوله واحده يعني هواي من اللاعبين قالوا بس تعال نلعب باكر، يعني هيك بالمنتخب؟ اي هيك توصل مرحله بس لا يلعبونه باكر، بس لا يلعبونه او هيك، يعني كانت يعني وضعيه كلش صعبه، لكن هسه يعني الوضع تغير. تتحدث عن لاعب منتخب وطني، يعني المفروض صاحب تجربه خبره، بس ما اقول ما يتاثر، ماكو انسان ما يتاثر. لا انا ما اقصد مو ايمن، يعني اعرف بهذيك الفتره كانت يعني فتره مظلمه من سواء من المدربين، صعبه صعبه اللي يمثل المنتخب صار عليه هجمه يحترق، يحترق هو يحترق، يعني لا اراديا اللاعب يحترق، يعني اي واحد تجيب هسه تجيب من افضل اللاعبين تخليه بالمنتخب هذيك الفتره هم يطفى. غير ايمن منو تعرض للانتقاد وحسيت انظلام؟ احمد ابراهيم نزل الفترة، احمد ابراهيم اي هو هي الناس فوكس على همام بشار صحيح في وقت سابق صحيح همام خطيه شو يسوي؟ همام مشكله اي والله شو يسوي يحكون عليه؟ نبات بالتمرين مربعات تصير يعني تاتش بالهذه، فراحوا سوى الامير هيك، فطلعت الكاميرا كلها اللقطه على همام يتهجم على الامير، قال بعد شلون انام بالليل؟ قلنا له معود روح تمرين الاخ صالحه. لا لا بس الولد كلهم محترمين امانه الله يعني.